بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم واهلا بكم في اولى حلقاتنا من برنامج الاصل مصري. الاصل مصري في اي منتج من المنتجات اللي موجوده في على مستوى العالم، بس ان احنا النهارده هنتكلم عن الصناعه وبالذات صناعه الملابس. صناعه الملابس كانت المشهور بيها مصر في ازمان بعيده، عشان كان القطن المصري طويل التيلة، وكلنا طبعا عارفين ان القطن المصري كان بيتزرع بس في مصر، لكن في على مر السنين حصل تطور، وحصل اللي تركيا او في بلاد اوروبية هي اللي اشتغلت على صناعة الملابس وبقت الاوائل في صناعة الملابس. النهاردة عايزين نسلط الضوء على الصناعة المصرية، الصناعة المصرية وبالذات في قطاع الملابس. فريق عمل البرنامج عمل استقصاء في سوق الملابس، وسلطنا الضوء على مصنع من المصانع بتنتج ملابس، وهو مصنع سيسان. ومعانا اصحاب المصنع النهارده الباشمهندس وائل الجمل، اهلا وسهلا باشمهندس، اهلا بحضرتك. المدير التنفيذي لشركه مصنع سيسان، والدكتوره سمر الصيفي المدير العام لمصنع سيسان. اهلا اهلا وسهلا بحضرتك. بحضرتك. في البداية أنا سمعت عنكم كتير، وما شاء الله أنتم مسمعين جدا جدا في السوق، مسمعين بالخامات ومسمعين بالسمعة، تمام؟ فأنا كنت عايز أعرف بدايتكم إزاي في سوق الملابس. نبدأ بحضرتك ولا نبدأ بالأستاذ وائل؟ اتفضل بالدكتور. ماشي، اتفضلي يا دكتور. والله البداية كانت بداية متواضعة جدا، يعني احنا بدأنا حاجة بسيطة جدا كده بمكانتين تقريبا أو ثلاثة، وبعد كده يعني الحمد لله ربنا كرمنا، يعني دلوقتي بقى مصنع وكده، يعني الحمد الحمد لله. لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. انتوا الحمد طبعا لله. عندكم المصنع ده في الزقازيق، في الزقازيق. في الشرقية. تمام. ليكوا فرع تاني يا استاذ وائل؟ لا لا، في الزقازيق بس. طيب البداية بتاعتكم كانت كنتوا اشتغلتوا في ايه بالظبط؟ كانت بدايتنا في الأول، طبعا أنا بشكر حضرتك على الاستضافة الجميلة اللي حضرتك استضفتها لنا. كانت بدايتنا كانت شروال، ودانينا شغالين في فترة. الدكتورة كانت بتجتهد ان هي توسع في التوزيع. بعد كده ربنا كرمنا وعملناه خط انتاج، وعاد بيبقى ليه مواسم ان هو بينزل فيها، زي مثلا دفعة المدارس بالظبط كده بتتعمل تقريبا قبل دلوقتي بشهرين يعني مثلا، هي زمان تبقى اتسلمت، دفعة فهي كبيرة قوي. بتمشي خط شروال دلوقتي تمام، مع الموديلات الجديدة اللي الدكتورة بتنزلها. تمام، يعني الدكتورة هي اللي بتعمل التصميم. التصميم. تمام، يعني حضرتك بتصممي والباشمهندس وائل هو اللي بينفذ. تمام. الباترون والتشغيل بقى تمام، ده مسؤولية الكام. حاجة جميلة جدا. عندكم بتعملوا ايه دلوقتي حالا؟ والله بنجهز الكوليكشن الشتوي ان شاء الله في بداية الشتوي. بس سيزون انا الشتوي. انتوا شغالين اطفال ولا شغالين برضو اغلب شباب؟ الموديلات اطفال، الاغلب اطفال. طيب الصعوبات اللي قابلتكم في البدايه، يا استاذ وائل، اكيد في اي مشروع بتقابلوا صعوبات، فايه الصعوبات اللي قابلتكم في بدايه المشروع؟ الصعوبات اللي بدأتنا اللي قابلتنا في البدايه هي العماله. تمام. العماله متعبه، بس احنا حليناها بان انا بدرب ناس. تمام. ان انا بيجي لي ناس بيبقى مهيأ ان هو عايز يتعلم او عايز يشتغل، فبعلمه وبعد كده بدربه، وبعد كده بيتحط في الخط تاني يشتغل. يعني اهم حاجه يكون هو عايز يشتغل يكون الشغلانه دي، مهيأ ان هو ايا يكون كان شغال. هو مش عارف ليها او ما اشتغلش فيها تمام. قبل كده، بندربه بس انت بتدربه. بندربه. ده شيء ممتاز. في حاجات تانية قابلتكم كصعوبات؟ لا لا لا، بالنسبه للتسويق احنا كنا في بنقول التسويق. التسويق. في التسويق في الاول، احنا بنتكلم في البدايه التسويق كان عندنا كانت دايرته صغيره. اكيد، عشان كنت لسه مش معروف في السوق. دلوقتي دايرتنا كبرت، وبسم الله ما شاء الله احنا عندنا مجموعه كبيره من مراكز التوزيع، بالظبط، وتحتهم مجموعه كبيره برضو من تمام. الوكلاء الحمد لله على مستوى الجمهوريه كلها. على مستوى الجمهوريه طبعا ده يخص الدكتوره لان انا التسويق. ماسكه اداره التسويق برضو والتصميم وكده يعني. طيب هو كبدايه مشروع يا دكتوره لازم اهم حاجه التسويق. اكيد تمام. طبعا وده كان اكيد صعب جدا اكيد في البدايات، عشان في الاول اكيد انتوا ما كنتوش معروفين. طبعا. فانت ظبطتيها ازاي، او عرفتي نفسك للناس ازاي؟ والله بدات اعمل صفحه على الفيس، وبدات اسوق لها كويس جدا، بدات الناس تعرف منتجات سيسان كويس، والحمد لله يعني لما بينزل المنتج بجوده كويسه بيسمع في السوق. تمام تمام. فبدات الناس تسال بقى فين سيسان، مين سيسان، عايزين يجربوا يعرفوا، فبدأ من هنا بقى وكده يعني.
بدأنا نكون يعني مجموعة بسيطة من الوكلاء في الأول. بعد كده كوننا بقى دلوقتي ما شاء الله شبكة كبيرة قوي يعني الحمد تمام. لله. طب الحمد لله رب العالمين. احنا دلوقتي معانا اتصال من مدام شروق الحسيني من اسماعيلية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا مدام شروق؟ الحمد لله تمام. حضرتك احنا معانا اصحاب مصنع سيسان. طبعا احلى مصنع في الدنيا كلها والله العظيم. ربنا يعزك يا رب. احنا جبنا الناس دي وعارفين اللي هم عاملين شغل كويس في السوق، بس احنا عايزين كلمه من حضرتك، الناس دي بتتعامل معاك ازاي كموزع؟ احسن تعامل بالنسبه لاي مصنع تاني، اهم حاجه تعاملات، التزام في مواعيد، خامات اعلى خامات تتخيلها حضرتك باقل سعر تكلفه. الحمد لله رب العالمين، المنتج مباع من قبل ما يطلع، من قبل ما ينزل اصلا فوري. مجرد ما بينزل النهارده بسم الله ما شاء الله الحجوزات بتبقى عليه معديه الكميه اللي هتطلع. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله. ده في كل حاجه الحمد لله رب العالمين، يعني كل الناس مستنيه السوزن الشتوي بفارغ الصبر. ما شاء الله. طب الحمد لله الشغل على المكن محجوز من قبل ما يطلع. ما بينه وما بينك كده مدام شروق. مدام شروق. اتفضل. في دفوهات؟ لا طبعا ولا قطعه. ولا قطعة؟ طب لو لقيتي قطعة فيها دفو طيب بتتصرفي ازاي؟ ترجع المصنع، ترجع المصنع بياخدها مننا، كل أي حاجة بتتاخد ولا قطعة بترجع. لا الحمد لله قل دفو ما شاء الله البترول بيبقى نازل بالمقاس مظبوط. يعني حضرتك فعلا زي ما حضرتك بتقولي كده مفيش دفوهات في الحمد لله. أنا بقالي 5 سنين مع المصنع. طيب احنا معانا الدكتورة سمر، لو توجهي لها كلمة. انا عايز اقول لك ربنا يبارك فيك يا رب ويزيدك من اللي انت فيه ان شاء الله باذن الله، ويعني وتطلعي لنا احسن واحسن من كده بكتير. ربنا وانت عندك حاجات تسلمي. احلى من كده كمان. تسلمي لي يا شروق. وان شاء الله باذن الله سيسان يبقى اسمه مسمع في مصر كلها زي ما هو مسمع، وزي ما احنا بنشحن السعوديه والامارات وكل حاجه على لا المعلومه دي لسه عارفها حالا. طبعا لا طبعا بنشحن الحمد لله رب العالمين السعوديه والامارات وجميع الدول في انحاء مصر جميعا وبره البلد كمان كل مكان الحمد لله رب العالمين. سلم سمع في كل حته الحمد لله. الحمد لله. تسلمي لي يا شروق، ربنا يخليكي لي. تسلمي يا مدام سمر، ربنا يجعلك دايما احسن خير يا رب. حبيبتي ربنا يخليك. معانا الباشمهندس وائل الجمل كمان. ايه يا استاذ وائل؟ ازيك يا فندم؟ ازيك يا استاذ؟ حضرتك عامل ايه؟ الله يعزك الله يبارك لك. متشكرين. ربنا يبارك لك يا رب، ودايما يا رب من الاحسن لاحسن يا استاذ وائل يا رب ان شاء الله. ربنا يبارك لك يا مدام، ربنا يبارك لك. ودايما سيسان اسمه مسمع معانا جميعا يا رب، والحمد لله رب العالمين الناس مستنيه شغل حضرتك وشغل سمر، ومستنيينكم دايما يا رب دايما في الخير يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. ودايما تبقوا سبب في رزقنا جميعا يا رب باذن الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا مدام شروق. تسلمي يا شروق. شكرا شكرا مدام شروق. وبسم الله ما شاء الله هي بتتكلم دلوقتي كانت بتقول اللي انتوا بتصدروا. الحمد لله. لا ما انت ما قلتليش على المعلومه دي بصراحه. انا عايز اعرف انتوا صدرتوا فين وصدرتوا ايه؟ والله حاجات كتير. يعني فساتين العيد دي اكيد لازم تتصدر يعني. فين بقى؟ في بيروح الدول العربيه، وفي بيطلع بقى، كان في اوردرات في اسبانيا في المانيا. يعني صيدتونا في اوروبا الحمد لله. الحمد لله. لما حاجه بتنزل بجوده حلوه بشكل حلو بسعر حلو اكيد بتسمع في كل حته. طيب انا برضو كنت عارف ان انتوا كنتوا عاملين مصليه، طقم مصليه. ده فظيع. ده من اكتر الحاجات اللي اتصدرت عندنا. طيب. كان مطلوب في كل حته بجد يعني، كان حلو قوي. استاذ وليد احنا جاهزين بالفيديو حضرتك المنتجات بتاع سيسان. استاذ وليد طيب نشوف، نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل. وايه الحلاوه دي؟ لا لا والله ايه المنتجات الجميله دي. استاذ وليد بعد اذنك اعرض لنا المنتجات دي كده صوره صوره عشان نشوف الجمال المصري، عشان نقول الاصل مصري. يا ريت تفرجنا بعد اذنك كده على المنتجات دي وعشان نتكلم عليها. استاذ وائل. ايوه سمير. انا عايز، لا دي مش صورتنا احنا، دي صوره تبع البرنامج التاني. تمام تمام. طيب استاذ سمر بصي كده على الشاشه. تمام. ده الموديل ده. ايوه ده كاش مايو.
ده اطفال بس ولا كاش مايو اطفالي؟ اه اتعمل اطفالي وكان بالشنطه، كان تحفه ما شاء الله. في منه برضو الوان؟ اه طبعا كان نازل منه 4 ألوان تقريبا. ما شاء الله ما شاء الله. اللي بعده يا ريس ده شورت. اه ده شورت عملناه رجالي. الخامه دي يا استاذ وائل؟ الخامه دي قطن. هو القطن ده هو نفس الشروال برضو؟ نفس خامه الشروال؟ احنا ما بنشتغلش الا في القطن. هي خامات. فالقطن ده احسن حاجه اكيد القطن احسن حاجه طبعا. افضل. ده شورت رجالي. اه ده صالوبيت بناتي، صالوبيت جيب كان جميل جدا. بس الحاجات دي انتوا اللي عاملينها؟ ايوه الحاجات دي انتوا اللي عاملينها، مش جايبينها من على النت. ما شاء الله عليكم، ما شاء الله ما شاء الله. اللي بعده يا ريس في منه الوان، التل اللي هو الجيب هو اللي بيه. اه الجيب هي اللي بتتغير، جيب صالوبيت. ده صالوبيت برضو، ده طقم تاني ناجح جدا. طيب ممكن نعمل فول سكرين يا ريس عشان نشرح عليها. طيب ايه ده؟ ده صالوبيت كان جميل قوي، اتعمل على دخلة عيد، كان حلو قوي. وانتوا اللي بتصوروا ده؟ انتوا اللي بتصوروا ده صح؟ اه. طيب اللي بعده يا ريس؟ اه ده بقى الاساس بتاع الشروال. ده اساس المصنع بتاع. ده لا الشروال طبعا ده اول شروال عملناه ومشهورين بيه جدا، شروال البولو. بقالنا 6 سنين شغال فيه. ما شاء الله يعني. طيب طلع منه كميات فظيعه. الصوره اللي بعديها ده سمع جدا برضو. الطقم ده اتعمل السنه اللي فاتت، دي من الموديلات اللي طرقعت زي اليومين دول كده يعني، كان حلو برضو جدا. من سنتين لثمان سنين. ده جلد يا استاذ سامح. من سنتين لثمان سنين. لا اعتقد ده اتعمل 4/6/8/10. عشان طبعا السنتين هيلبسوا ازاي؟ هيبقى صغير. اللي بعده يا ريس؟ ده جميل قوي. ده حاجات اوروبيه دي يا جماعه. والله احنا ما شاء الله علينا يعني، لو خدنا فرصه هنعمل شغل عالي جدا والله. الخامه دي قطن برضو. ده قطن مبطن فرو ومطعم بالفرو. بالظبط. كان حاجه كده تحفه كده يعني، كان حاجه حلوه قوي. الخامات دي بتلاقيها موجوده هنا في السوق المصري؟ بلاقيها في السوق المصري. بتجيب منين يا استاذ وائل؟ بجيب من القاهره، من الازهر. من المكان بتاع القماش. ده طقم جبردين. كان مطرع برضو. ده فستان كامل بكم. تحت ماشي، والجيب بتاعته تل، طبقات تل، وعليه الجاكيت الجبردين ده. بألوانه بقى، بألوان برضو. بألوان. ما شاء الله. والمستردة فيه تحفة. بس الخامة اللي فوق دي ايه يا استاذ وائل؟ معلش دي خامة قطن جبردين. دي قطن جبردين. هو كله معظم شغلنا كله قطن. طيب انت حتى مثلا انت دلوقتي جات لك طلبيه اللي انت عايز مثلا 1000 قطعه. وجيت وعايز تكمل، عملت 500. فجيت دلوقتي عايز تكمل ال 500 التانيين ما لقيتش الخامه. فبتوفرها ازاي؟ انا ما بعملش كده. انا بنزل باسمي، بشتغل باسم سيسان. تمام. فانا لما بنزل بالشغل بعرض، انا عارف الوكيل معايا كام وكيل. كام وكيل وهياخد كام؟ فانا ببقى عارف بالظبط. بيبقى متحدد له الدكتوره عامله الكلام دوت، متحدد له كميات كل بياخدها الوكيل. كل موديل له كميه معينه. وبعد كده انا بنفذ عليها. تمام. بنفذ على الكميه دي. ممتاز. فما بخشش على موديل الا لما يكون كميته كلها تكون متوفره. كميه كلها معايا. طب وايه ده؟ طبعا ده بادي. سيسان على قد الايد. احنا ما اتكلمناش على سيسان على قد الايد. دردشنا في الحوار ده اللي عامل منتج سيسان على قد الايد. ففهمت ازاي سيسان على قد الايد. طب انت مثلا جبت خامه غير الخامه؟ قال لك لا هي لا نفس طبعا. الخامه. طيب. سيسان على قد الايد. فهموني طيب. دي مبادره عملناها في مصنع سيسان. هي هدفها ايه؟ ان احنا يعني ايه، تخفيفا على الناس شويه. تمام. المنتج بجوده كويسه بسعر قليل. طب سعر قليل ازاي وانا ما قللتش في الخامه؟ قللنا في كل حاجه تانية بقى، اي حاجه تانية ما عدا الخامه المصنعيه، مكسب الوكلاء ومراكز التوزيع اللي معايا. يعني حضرتك قللت في المكسب بتاعك بس. تمام. عشان تعملي اكتر، يعني تعملي عدد اكتر. فعلا بنعمل كميات كبيره جدا. سيسان على قد الايد ده حاجه يعني فظيعه يعني. كمياته ضخمه جدا، مش بنلحق عليها فعلا. بسم الله ما شاء الله الحمد لله. طيب احنا معانا مدام هناء من القاهره. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا مدام هناء؟
الله يخليكي يا فندم. احنا معانا رواد مصنع سيسان، دكتورة سمر والبشمهندس وائل الجمل. يعني معاك احسن ناس بقى. الله يعزك. تسلمي. شكرا. اتفضلي. هما معاكي والمايك معاكي. ربنا يخليك. اصل انا اي كلام ليا بقى مش عارفه اقول لحضرتك ايه. الاول ازاي حضرتك يا باشمهندس وائل؟ الله يعزك يا فندم. ازاي حضرتك يا مدام سمر؟ يا الحمد جميله. لله يا حبيبتي، تسلميلي. طب وانا مدام هناء انا موجود برضه اهو. السلام عليكم. لا ده حضرتك يا نهار ابيض، ما اقدرش. ربنا يخليك ازاي يا مدام هناء. حضرتك يا فندم؟ والله بجد دكتوره سمر وباشمهندس وائل منورين. تسلمي يا حبيبتي، تسلمي. وبجد مش عارفه اقول لك ايه، انت دايما جميله في كل حاجه، راقيه في كل حاجه. انت الذوق كله يا مدام هناء حبيبتي، ربنا. لا احنا مش عايزين نتكلم في الذوق وفي العافيه، احنا عايزين نتكلم في المنتج بتاع سيسان. ما انا هقول لحضرتك حاجه، المنتج ما المصري، هو بخاصه المنتج المصري. احنا هدفنا من الحلقه يا مدام هناء ان احنا نسلط الضوء على المنتج المصري. تمام. ودلوقتي بياخدوا الماتيريال بتاعنا، الخامه بتاعتنا، وياخدوها بره، بياخدوها بسعر تمام. قليل وبياخدوها بره وبيصنعوها ملابس وبيجيبوها تاني بسعر عالي. بسعر غالي. فكنت عايز فكنت فضل. عايز اعرف سيسان بيقدم لك ايه كموزع؟ لا هو كفايه عندي ان انا لما بقول لعميل او برشح له شغل سيسان بقول له على ضمانتي. انا تمام. مش دايما او انا عموما ما بقولش الكلمه دي الا لما بتبقى في محلها. تمام. فالخامات بجد من الاخر يعني بنبقى عارفين هناخد خامات نظيفه ازاي وتقفيل وجوده ومقاسات كويسه جدا. فبصراحة يعني بتبقى خامات كويسة جدا بتناسب. انا بشكر حضرتك يا مدام هناء، معلش عشان وقت الحلقة انتهى، وطبعا الوقت الطيب دايما بينتهي بسرعة. انا بشكر باشمهندس وائل الجمل مدير مصنع سيسان. انا بشكر حضرتك يا فندم. ربنا يخليك. والاستاذة الدكتورة سمر، شكرا. بشكر حضرتك، وان شكرا. شاء الله تشرفونا في وقت تاني ان شاء باذن الله، الله بأمر. وناخد مساحة اكبر ان باذن شاء الله الله ونتكلم باذن فيها. إن شاء وإن الله. شاء الله كلنا بنشجع المنتج المصري عشان الأصل مصري. السلام عليكم.